لحضور كأس أمم إفريقيا المقبل. الموعد إذن يتعلق باللاعبين الخمسة، هذا الشت الذي يظهر أمامكم والذي كان ضمن الأسماء المدعوة لهذا التربص الذي سيكون في قطر. عدد من الأسماء بينهم خمسة، وهذا أمين لابدي مناجير المنتخب الوطني لكرة القدم. سيغادرون في رحلة غير مباشرة من الجزائر نحو العاصمة الفرنسية باريس، أين سيكون هناك عدد الأسماء المحترفة في فرنسا، ولتتنقل مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة للدخول مباشرة في تربص اليوم الاثنين أو غدا ينطلق بشكل رسمي لخوض هذا التربص الذي تتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب غامبيا يوم الأول من الشهر المقبل، ثم يوم الخامس من الشهر المقبل أمام منتخب غانا في ثاني اختبار ودي قبل التنقل إلى الكامرون لخوض كأس أمم إفريقيا التي سنلعب فيها في دورتها، هذه دورة كأس أمم إفريقيا، هذه الدورة التي يخوضها المنتخب الجزائري في للمرة 19 في تاريخه، سيكون معنيا للدفاع عن لقبه، وسيستهل طبعا مواجهته مثل ما هو معلوم مع سيراليون يوم 11 من جانفي، ثم مع منتخب غينيا الاستوائية، وثم بعد ذلك مع منتخب كوديفوار على أمل التأهل والذهاب بعيدا في هذه المنافسة. إذن المشاهدين، هذه الصورة الأولى تأتيكم من مطار هواري بومدين الدولي، أين ستتنقل عناصر خمسة أسماء إلى قطر في رحلة غير مباشرة، تبدأ من فرنسا، من الجزائر فرنسا، ثم نحو العاصمة القطرية الدوحة، أين سيلتقيهم هناك جمال بالماضي الذي يتواجد في قطر منذ فترة. إذن المنتخب الجزائري معني بكأس أمم إفريقيا، كأس أمم إفريقيا التي سنحضر بها أو لها بقطر، قطر التي تعتبر فال خير بالنسبة للجزائريين على اعتبار بأنه كانت قد احتضنتنا قبل كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت هناك في مصر وكانت تربصا ناجحا. الناخب الوطني فضل أيضا مجددا أن نتربص في قطر، قطر التي كانت أيضا فيها الخير على المنتخب الجزائري الذي فاز بكأس العرب. إذن المنتخب الجزائري مشاهدينا سيتنقل ب 24 لاعبا، سيكون معنيا في التربص ب 24 لاعبا. محرز وبالرحمة سيلتحقان يوم الثاني من جانفي بعد قرار الفيفا ليوم الأمس، والذي يجبر المنتخبات على السماح للأندية للمنتخبات السماح لأندية بالبقاء لاعبيها مع أنديتهم إلى ما بعد مبارياتهم، إلى ما بعد الثالث من شهر جانفي المقبل. لذلك لا بالرحمة ولا محرز ولا أيضا مبوحي حارس الاتفاق السعودي معنيون بالمواجهة الأولى أمام منتخب غامبيا في الأول من جانفي المقبل بقرار من الفيفا. إذن كل اللاعبين حصلوا على التسريح للالتحاق بالتربص، والاتحاد الجزائري لكرة القدم في مفاوضات مع نادي شارلوة و برينجوت لتسريح زرقان وحليمية في لهذا التربص قبل طبعا قبل الثالث من شهر جانفي مثل ما يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم في قراره ليوم أمس. إن هذه الصور تأتيكم مباشرة من مطار هواري بومدين الدولي، أين ننقل لكم هذه الصور الأولى لتنقل خمسة أسماء في غياب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة المتواجد مثل ما هو معلوم في الحجر الصحي بعد إصابته بالكورونا شفاه الله، رفقة عدد من الأسماء طبعا مدرب حراس المنتخب المحلي أيضا بن حمو الذي أصيب أيضا بهذا الفيروس شفاه الله أيضا. المنتخب الجزائري سيتنقل في رحلة إذا غير مباشرة من الجزائر نحو العاصمة الفرنسية باريس، سيتجمع جميع اللاعبين بما فيهم المحترفين
بدأ في الدوريات الأوروبية، بعد ذلك في نفس اليوم الاثنين مساء إلى قطر، يدخلون في تربص مغلق 15 يوما تقريبا، لأنه اليوم 26 أو أقل 11 يوما، لأنه يوم التنقل إلى الكاميرون سيكون بعد يوم واحد اليوم الموالي لمواجهتنا أمام منتخب غانا، وبالتالي سيكون يوم 6 من الشهر المقبل. المنتخب الجزائري الذي تحسده كل الان او كل المنتخبات ان صح التعبير، لانه كل المنتخبات تنتظر هذا المنتخب الجزائري في المنعرج للاطاحه به، على اعتبار بانه حامل هذه المنافسه، ادخل الرعب لكل المنتخبات في العالم. هذا المنتخب الذي طبعا هذا المنتخب الذي يثير الكثير من الرعب بالنسبه للمنتخبات وخاصه افريقيا. اذا هذه الصور مثل ما نقلناها لكم، ليشتي واحد من الاسماء متألقة وصل إلى مطار هواري بومادين الدولي كأول الواصلين، وسيغادر رفقة عدد من الأسماء ومناجير المنتخب أمين لابدي، وعدد من الأسماء سيتنقل أيضا بدران الذي كان معنيا بكأس العرب، وطبعا كان منذ تقريبا 3 أيام دخل القفص الذهبي طبعا إن صح التعبير بالنسبة لعبد القادر بدران ابن مدينة البليدة، واحد من اللاعبين المتألقين الذي وجهت له الدعوة لدخول في هذا التربص وحضور التربص المعني بقائمة ضمت 28 لاعبا، أبرزهم عودة ياسين إبراهيمي أفضل لاعب في الكأس العربية، غياب توغا أو غياب عفوا أي نعم غياب طوبة، و أيضا غياب بوداوي، لاعبين اثنين عن هذا التربص لم يستدعيهما جمال بالماضي، وهو أمر منطقي جدا بالنسبة لهذه القائمة، على اعتبار بأن الأسماء المتألقة في كأس العرب قدمت مشوارا متميزا. أتحدث عن أيضا سفيان بن دبكة، واحد من الأسماء البارزة التي عادت إلى المنتخب الوطني بعد فترات طويلة وبعد سنوات طويلة بالنسبة للمنتخب الوطني، وقدم مباراة متميزة يوم أمس أمام الهلال السعودي مع ناديه. إذن مشاهدينا، في انتظار التحاق بقية الأسماء والدخول ربما أو أخذ بعض التصريحات مع الزملاء هناك، نعيد ونذكر مشاهدينا بأن هذه الصور لمن التحق بنا اللحظة، هذه الصور لعدد من أسماء المنتخب الوطني التي تتأهب لمغادرة الجزائر نحو العاصمة الفرنسية باريس، ومن هناك إلى قطر لمباشرة التربص 11 يوما تتخلى له مباراتين وديتين، يوم الأول من الشهر المقبل مع غامبيا، ثم يوم الخامس مع منتخب غانا، مباراتين وديتين، ثم يتنقل المنتخب الوطني يوم 6 من الشهر المقبل إلى العاصمة الكاميرونية لخوض كأس أمم إفريقيا التي نبحث فيها عن التتويج الثالث للمنتخب الجزائري بعد التتويج الثاني الذي كان سنة 2019 هناك في العاصمة المصرية القاهرة في أجمل الصور التي نعيدها لكم إن شاء الله لاحقا. هذه الصور مشاهدينا تأتيكم مباشرة من مطار هواري ومدينة الدولي. هذا الذي يظهر على الشاشة هو إلياس شتي ابن مدينة عنابة الذي قدم دورة متميزة في كأس العرب، شفعت له بأن يكون واحدا من الأسماء المدعوة للتربص إلى أسماء المدعوة و28 المدعوة لكأس أمم إفريقيا. ليشتي الذي يعوض اللاعب أيضا الذي سيكون بجانب رامي بن سبعيني في الظهير الأيسر، واحد من المنافسين البارزين لرامي بن سبعيني في الرواق الأيسر، وعدد من الأسماء ستكون حاضرة اليوم بالنسبة لبن عيادة، بالنسبة لشتي، بالنسبة لبدران، وبالنسبة لتو
توغاي وإسلام سليماني يتواجد في الجزائر أيضا، خمسة أسماء ستغادر الجزائر نحو العاصمة الفرنسية باريس، ومن ثم الالتحاق بقطر. قطر التي دائما مثل ما قلنا فالخير على المنتخب الوطني فضلا على تحقيق كأس إفريقيا 2019. المنتخب المحلي هو الآخر تمكن من العودة بالكأس العربية قبل أيام فقط. تربص المغلق ينطلق كان من المفروض. إسلام شتيوة معنا على مباشر. إسلام مساء أو صباح الخير، تعودنا على الأمسية. صباح الخير إسلام، مباشرة من المطار هو للمدينة الدولي. إسلام صباح الخير، في انتظار أن يلتحق بنا إسلام سيكون معنا طبعا لنقل الأجواء هناك وهذا التنظيم مثل ما تعودنا عليه مع المنتخب الوطني لمغادرة الجزائر نحو العاصمة الفرنسية باريس ومن ثم إلى قطر. ستكون هناك تفاصيل مع زميلنا إسلام شتيوة لحظة أن يجهز هناك. هذه الصور طبعا اللحظات الأولى لوصول عدد من الأسماء. إسلام مساء الخير، معك المكلف بالإعلام بالمنتخب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم صلاح باي عبود، بلغه تحياتنا، مرحبا بك. آخر صباح الخير. صباح الخير إليك إسلام. صباح الخير زميلي حكيم، صباح الخير مشاهدينا الكرام. كما تعلمون اليوم الموعد مع المنتخب الوطني الذي سيتنقل إلى قطر لبداية التربص التحضيري تحسبا لكأس أمم إفريقيا التي ستقام الشهر القادم في الكاميرون. اليوم المنتخب الوطني وإن لم يكونوا كل اللاعبين متواجدون هنا، البعض يتواجد في قطر والبعض الآخر سيتنقل من هنا من الجزائر لدخول هذا التربص. نحن نعلم جميعا ربما الصداع الذي يتواجد في رأس جمال بالماضي وهو عدم مشاركة كل اللاعبين بسبب ضغوطات الأندية وأنديتهم الأوروبية. حكيم منذ الإطالة معي المكلف بالإعلام لدى الاتحادية السيد صالح بي عبود، سيتحدث أكثر عن ربما تنقل المنتخب الوطني وعن ظروف إجراء هذا التربص أو بداية إجراء هذا التربص. السلام عليكم، صباح الخير بي عبود. اليوم نشوف تنقل المنتخب الوطني إلى قطر، ربما ظروف نقول استثنائية وغير عادية بسبب عدم وجود كل اللاعبين. واش تقولنا، وشنو هي الجديد، كيفاش هي ظروف التنقل، كم عدد اللاعبين اللي تنقلوا اليوم من الدوحة إلى من الجزائر إلى الدوحة؟ لا هو كان منتظر أننا نتنقل كما يقولوا عدد قليل من اللاعبين اللي هم موجودين هنا في الوطن، والبقية نأخذهم من مدينة باريس، والآخرين يلتحقوا مباشرة إلى الدوحة باش يباشروا التربص ابتداء من ليلة اليوم. قولوا الأمور الجدية تبدأ غدا إن شاء الله، ما عدا اللاعبين الذي عندهم يعني الرخصة بالنسبة للأندية تاعهم باش يشاركوا في المقابلة تاع البطولة، ثم يلتحقوا ابتداء من 3 جانفي الدوحة. طيب باي، ربما هل هناك ربما مفاوضات بين الاتحادية الجزائرية والأندية خاصة الأوروبية؟ نقولوا نعلم أن جمال بالماضي يمتلك ربما علاقة طيبة مع الأندية القطرية وربما السعودية اللي ربما راح تسمح للأندية للاعبين تاعها بالالتحاق، ولكن الأوروبية هل هناك مفاوضات أم أنه حسمت أنه راح يبقى حتى الثالث من جانب؟ ممكن في البداية كانت مفاوضات، ولكن الآن بالتعليم أو المراسلة اللي دارتها الفيفا يوم أمس نظن الامور واضحه، يعني الفيفا طلبت من الاتحادات ومن الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم انها يعني تحث يعني الاتحادات انهم يخليوا اللاعبين عند الانديه نتاعهم. هذا الشيء يعني اليوم متفق عليه. الاكيد هو ان الناخبين تاع كل الفرق الافريقيه سيعانون هذا الامر هذا، ولكن واش نقول لك، بالنسبه للناخب الوطني هو استدعى 28 لاعب، اكيد واحد يعمل مع مجموعه تاع اكثر من 22 ولا 23 لاعب، الباقي يلتحقون. هذا ماهوش جديد، يعني حتى في التربصات الاخيره من حين لاخر تكون هنا اسبوع تاع تاخر راح ياثر في اي دوك اللاعبين يجيو مرهقين، فيها امور استرجاعيه ستؤخذ بعين الاعتبار. هذه كره القدم يعني في زماننا هذا رزنا ما يعني جد مكثفه. ما تنساوش باللي مؤخرا يعني الاتحاد الدولي كان هو والأندية الأوروبية كانوا حابين أنهم يأجلوا هذه المنافسة إلى حين آخر، ولكن
حسم الأمر بالنسبة للأفارقة والكاميرون اللي حينظم هذه الدورة. إن شاء الله تكون في 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 ظروف جيدة. هذه أمور ستسير من طرف المنتخبات. الكل يتساءل خاصة الجماهير الجزائرية، قولوا عن الأسماء اللي راح تغيب على التربص هذايا، تعطينا بعض الأسماء ربما؟ ما نقدرش نعطيك أسماء لأن لحد الآن ما عدا اللاعبين اللي يشتغلوا في في, في إنجلترا، الباقية يعني ما عندناش الأمور ماهيش محسومة 100%. يعني شفنا سليماني سليماني موجود، الآخرين سنتعرف على القائمة اللي موجودة في باريس. نظن كي نحكوا اليوم للدوحة تكون عندنا صورة واضحة. لحد الآن بالرحمة ومحرز هما هذو هما اللي رسميين يعني يلعبوا البوكسينج داي ومن بعد يلتحقوا بالفريق الوطني. يعني ما راحش يكونوا حاضرين في المباراة الأولى أمام غامبيا. أكيد. الله يسرك بيعبود، بارك الله فيك. حكيم، إذا كما تابعت معنا كان معنا صالح بيعبود اللي تحدث لنا البعض بعض الأمورات الخاصة بانطلاق هذا التربص وكذلك الغيابات التي ستعرفها تشكيلة بالماضي. إليك الخط حكيم. شكرا جزيلا. كنت أريد أن أسألك، ذهبت لديك مشكلة طبعا إسلام مشتي وسنتحدث لاحقا بإذن الله. طبعا المشاهدين هذه هي الصور الأولى لمغادرة المنتخب الجزائري، أو خمسة أسماء للجزائر ثم باريس ثم قطر. يتعلق الأمر بإسلام سليماني وبدران توغاي شتي وبن عيادة رفقة صالح بن عبود وأيضا مناجير العام أمين لابدي، بينما التحقت عدد من الأسماء مباشرة في لقطر قبل فترة، أين يجدهم هناك جمال بالماضي. المنتخب الجزائري تنقل إلى باريس للالتقاء بعدد من الأسماء أو العديد من الأسماء بالنسبة للمنتخب الوطني، ثم يتنقل إلى قطر لخوض تربص من 11 يوما تتخلله مباراتين وديتين مع غامبيا، مواجهة سيغيب عنها رسميا رياض محرز رئيس وهاب بن بولحي، وأيضا سيغيب أيضا بالرحمة سعيد بالرحمة، بينما سيكونون معنيون ب المواجهة الثانية في الخامس من الشهر المقبل أمام منتخب غانا. المنتخب الجزائري يتنقل يوم السادس من الشهر المقبل. نعود إلى صالح بيعبود. بعض الطواقم والطاقم الطبي وبعض اللاعبين اللي كانوا موجودين هنا في الجزائر، ولاعب سليماني اللي جاء إلى الجزائر وماشي معنا، كذلك كان مجموعة من اللاعبين تاع الأقل من الفريق الوطني أقل من 20 سنة اللي يعودوا إلى فرنسا، إلى جانب 12 لاعبة تاع الفريق الوطني النسوي يرجعوا إلى فرنسا. وسنلتحق إن شاء الله بمدينة باريس لأخذ البقية تاع اللاعبين ونتجه إلى الدوحة لنصل في نهاية عشية اليوم حوالي الساعة 7 توقيت الدوحة. هذا هو الرحلة كيف تكون. أمي صالح، ربما المشكل الأكبر بالنسبة لجمال الماضي والمنتخب الجزائري هو قبول الفيفا لطلب الأندية الأوروبية، المراسلة التي طلبت تأخير ذات التحاق لاعبين أنشطة في أوروبا. ربما الناخب الوطني كيفاش يشوف هذا المقام؟ الناخب الوطني ما نقدرش نجاوبك فيه في مكانه، ولكن كل ناخب عندما تكونش عنده المجموعه مكتمله يعني بدون شك يعني يلقى صعوبات، ولا يعني البرمجه اللي كان مسطرها من قبل يعيد النظر فيها. ولكن بما ان هو استدعى 28 لاعب وهذه مقابله وديه تحضيريه، بدون شك سيوظف اللاعبين الموجودين باش يلعب اللقاء الاول في انتظار اللقاء الثاني والتحاق كل العناصر الوطنيه. بخصوص تاريخ التنقل الى الكاميرون، المنتظر هو التنقل يوم 6 جانفي، يعني بعد اللقاء ضد غانا ان شاء الله غد من ذاك الفريق ينتقل مباشره الى مدينه دوالا في رحله خاصه كما هذه. سي صالح، العزيمه نفسها هي العوده بالكاس امم افريقيا المره. سؤال لازم نطرحوه للناخب واللاعبين. احنا كمرافقين ومساهمين في هذه المجموعه هذه كل احنا كنا ذاهبين من اجل يعني ان شاء الله لعب الاوراق والذهاب الى ابعد شيء، ولما لا اخذ الكاس. هذه نظن راهي دخلت في الذهنيه تاع الجميع سواء اللاعبين او كل الطواقم في الذهنيه تاعهم دائما عندما نمشي الى منافسه رسميه هي ان شاء الله الظفر بالكاس والعوده الى الجزائر ان شاء الله. هو المهم اننا نعمل كل ما في جهودنا باش نحقق هذه النتائج. كثير دار مؤخرا حول سلسله مباريات المنتخب دون هزيمه، كاين اللي يقول 39 كاين اللي يقول بقيه 33، واش هو؟ لا شوف، هذا وقع فيه جدال طويل، ولكن احنا بالنسبه الينا الفريق الوطني وخاصه بالنسبه للناخب الوطني هما 33 مقابله بدون انهزام، والسلسله ما زالت متواصله، وان شاء الله
بعد اللقاءين الوديين والدخول في كأس أمم إفريقيا إن شاء الله. هذا كذلك يبقى من ما نقولوش هدف رئيسي، ولكن من بين أهداف، لأنه عمل جبار كان في المدة هذه تاع 3 سنوات، وأن الناخب الوطني والكاتبة تاعو حققت هذه النتيجة. إن شاء الله نواصل حتى نخليوها أقصى حد إن شاء الله. والله هذا الامر يعني نطلع عليه في الايام القليله القادمه ان شاء الله، عندما خاصه بعد 3 جانفي التاريخ اللي حددته الفيفا مؤخرا باش تخلي كل اللاعبين ينتقلوا ويلتحقوا بالمنتخبات نتاعهم. كانت ربما فوق بين الاتحاد الجزائري والانديه يعني تاع هو اصلا الاتحاد الجزائري خاصه في السنوات الاخيره ما كانش عنده يعني مشاكل مع الانديه في اغلب الاحيان، حتى ويكون اللاعب يعني يتاخر ولا لسبب ما، هذا يكون دائما بتسريح من الناخب الوطني والطاقم التقني والاتحاديه. نظن باللي اليوم الامر هذا يخص كل المنتخبات ماشي غير الفريق الوطني الجزائري، ولهذا لابد على الجميع انه يتعامل مع هذه المعطيات. وكما نقولوا المهم انك عندك مجموعه ولاعبين، وخاصه اللاعبين اللي التحقوا، كان اللي عادوا، كان اللي راهم في فورما، ان شاء الله الناخب الوطني يوظفهم، واللاعبين اللي يتاخروا يعرفهم الناخب الوطني. نظن بعد لاعب كيما محرز ولا بن رحمه، الناخب الوطني كان ممكن حاب يكون عنده باش يدخل في في التحضير، ولكن حتى ولا ما يكونش في مقابله واحده، هو يعرف المستوى تاعو، يعرف التحضير تاعو، يعرف المكانه تاعو في الفريق. نظن باللي سيهتم بالعناصر الاخرى في انتظار ان تكتمل كل المجموعه. شكرا للزملاء. إذا كانت هذه الأخبار الأولى لتنقل 5 أسماء من المنتخب الوطني لفرنسا ثم إلى قطر لخوض الطرابلس. بقية الأخبار مشاهدينا ألتقيكم على الساعة 9:30 لأخبار الرياضية. أما الأخبار الأخرى مع سميرة. صباح الخير مجددا. مرحبا مجددا حكيم، أهلا وسهلا، تفضلي.